حكايات المخيم. أنا ما زلت أجهل السبب الذي جعلنا ننام في الخارج. هل من مشكلة في البرج؟ لا، نحن هنا لأن التخييم ممتع. التنزه، صناعة الحلوى، نار المخز. لا نحتاج إلى التلفاز كي يسلينا، لهذا اخترعت قصص المخيمات المخيفة. ها، قد يكون هذا ممتعا. أعتقد أن فكرتي ممتعة. لدي قصة مخيفة جدا. آمل فقط أنكم تحملون ملابس داخلية إضافية. طب انتهى في الغابة وبدأ يسير في الطرقات نفسها كالأحمق. كان يقول حين سمع ذلك الصوت المخيف وهو يقول: أمسكت بك حيث أريد، الآن سآكلك. وقال الحطاب لنفسه: حسنا لقد مرت، والآن سآكلك. وعن طريق الصدفة اكتشف غرفة صغيرة مخبأة وقال بنفسه: كان هذا مقصصا بالفعل. لقد تمكنت منكم تماما، كان يجب أن تروا وجوهكم. أنا الشبح المخيف وسوف أصطادكم. هرب الأصل. ثم عاد الشبح المخيف من جديد وقال لهم: أنا آسف لأنني أخفتكم، لكنني لا أجيد التواصل الاجتماعي. لا، هذا روبن يسحق من قبل دب. الدب يأكلني، إنه يأكلني. هل نعود الآن إلى المنزل؟ لن أقود السيارة وحدي في الليل مع وجود رجل مجنون بيده خطاف بين الشجيرات، هذا مستحيل. وفي وقت لاحق من تلك الليلة كنت في المنزل، الأبواب موصف، اعتقلوه وكان علي الذهاب إلى مركز الشرطة والتعرف إليه والشهادة ضده في المحكمة. كانت تلك عملية طويلة، لكن هذه طريقة سير النظام وسيبقى مسجونا لفترة طويلة. أوه حسنا، هيا لنعود إلى المنزل. ألن تسمعي قصتي المخيفة؟ طبعا لا. ممتاز، ما يجعل قصتي مخيفة جدا هو كونها حقيقية، لأنه يعنيني أنا فقط. تعمدت أن أصل متأخراً لأنني لم أرغب أن أكون أول من يصل. بدأت أتوتر كثيراً، بدأت أتعرق، حاولت الحفاظ على هدوئي. بدلاً من ذلك رششت بعض الماء على بنطالي، فاعتقد الجميع أنني بللت ملابس. لقد كانت معدتي، قررت أن أطلب الطعام وأكلت الحلوى أيضاً، ولم أتوقف عن الركض أبداً، ولم أعرف ما أفعل، وكل هذا حقيقي. يا لك من شاب حزين، أليس كذلك؟ أجل أنا كذلك. لتخفي نفسها من الضوء اختبأت بعباءة من الظلام. كونت السيدة ذات العباءة صداقات، رجل من الحديد، أميرة، وبمرور الوقت سئمت. بويا، يقول الرجل الحديدي: تدريب، انتبهوا إلي، اجتماع إلزامي. ما يقوله الجني الصغير جدا. وقفت فيها ورمت عباءتها بعيدا. رأوا بأعينهم أنها وحش مختبئ بينهم. تحولت أصابعها إلى مخالب وأسنانها أصبحت أنيابا وقد فتحت. ما الذي حدث للوحش؟ لا شيء، لأنني أنا هو الوحش. أنا أعود إلى المنزل. رائع، أحب قصص التخييم.